قيم على أرض منتدى شباب ورياضة مدينة الفلوجة المعرض التشكيلي النسوي الذي يعتبر الأول من نوعه في المدينة. يهدف هذا المعرض الذي أقيم بالتعاون مع نقابة الفنانين إلى إبراز المواهب والطاقات خصوصا النسوية منها، وجاء افتتاحه بالتزامن مع أعياد النوروز ودعما لشريحة النساء في محافظة الأنبار. قيمة هذا اليوم افتتاح معرض الرسم في منتدى شباب ورياضة الفلوجة بالتعاون مع نقابة الفنانين لإخراج مواهب شابة من مدينة الفلوجة لإظهار مدينة الفلوجة بأبهى الصور من خلال الإعمار والبناء. وأيضا هذه الرسومات أصبحت رمزا فنيا لكافة المجالات في الفلوجة. المعرض التشكيلي النسوي، وهذا هو لمبدعات أنباريات آثر عن أنفسنا على الاجتهاد والمثابرة في إنجاز هذه اللوحات اللي تشاهدونها أمامكم، وباستضافة بعض ضيوف الشرف من الفنانين المبدعين.